مزمور لشير بلال صباح الخير يا حبايبي طلاب الديوان، يا رب تكونوا بخير ونكون بنذاكر في البيت كده ما نخش ايه كبرنا دماغنا يعني. بص يا حبايبي احنا كنا وصلنا مع بعض للنسيم مزمور سيت الوحده السادسه في المنهج بتاعنا اللي هو اسمه بيانو اهلا وسهلا. اخذنا فيه كام الكتير لحد دلوقتي؟ وصلنا رقم 6 اهو. عشان تحقق اللي انت عايزه ترليه اون فرونسي يبقى حضرتك كان معاك ايه؟ كان معاك اول الكتير في الترم الاول لا فامي دو رضا عائله رضا، وبعدين لا ميزون دو رضا منزل رضا، وبعدين الي كول يعني في المدرسه. ثم بدانا الترم الثاني في الكتير اسمها ايه؟ برافو او مارشي يعني في السوق. وبعد كده اخذنا الكتير اللي بعديها اسمها ايه؟ انجار روتيير موقف او محطه الباصات، وهكذا اتكلمنا فيها عن وسائل المواصلات. واخيرا وصلنا للنتي اللي عندنا في المنهج ده عشان نكون اخذنا كل الفوكابلير اللي احنا كنا المفروض ناخدها في ميدل 1 عشان نكمل عليه في ميدل 2 ميدل 3، يبقى عندك حصيله الكلمات الضروريه لتعلم اللغه الفرنسيه. يبقى اخر النتي عندنا في الترم ده ان شاء الله اسمها ليفيت مور. طبعا احنا كنا في الفيديو اللي قبل كده كنا اتكلمنا عن الفوكابلير بتاعها وقرينا الفوكابلير ده كله. حضرتك لازم تراجع وتعيد وتزيد في سماع الكلمات بور بيان فرونسي عشان تنطق بطريقه سليمه، تمام؟ هو ده اللي هيخليك تنطق كويس انك تسمع كتير، واخد بال حضرتك؟ طيب ثم احنا كان عندنا طبعا اخذنا البشر بتاعت الفوكابلير، واتكلمنا عن اللي هي اللي كولار اللي هي الكالرز وعلاقتها بالالوان وخلصناها. بص كده يا جميل هنبدا معاك هنا اهوت بالكومبرهنسيون. كومبرهنسيون ده الكومبرهنشن. ركز معايا كده، بيقول لك لي اي ريبون يعني ريد اند انسر. سي سي بتقول ايه؟ بونجور مدام، صباح الخير سيده سي. لافوندوز كلمه لافوندوز يعني البائعه، بتقول لها ايه؟ بونجور مادموازيل، صباح الخير انستي. كاسكو فو ديزيري، كاسكو يعني ماذا؟ فو ديزيري ترغبين، ماذا ترغبين؟ فسيسيل قالت لها جو فودغي انا عايزه ان شيميزيي روج، ان شيميزيي قميص، قميص للبنات، لكن كلمه ان شيميز قميص بصفه عامه، يبقى بتقول لها ايه؟ جو فودغي ان شيميزيي روج، عايزه قميص احمر. فلا فوندوز قالت فو فيت كالتاي يعني مقاسك كام؟ فو فيت كالتاي، كلمه تاي يعني مقاس. سيسيل قالت لها دو 38 مقاس 38 الي ان كوتون، هو من القطن. واخد بالك ان الكوتون ده ماتيير بريموتيف، ماده خام، وبالتالي هياخد حرف الجر اه. فبتقول لها هو من القطن. لا فونداز البياعه قالت لها وي 100% كوتون، 100% كوتون 100% 100% 100% من القطن. سيسيل قالت لها جو بو ليسيي، جو بو يعني اي كان ليسيي اقيسه، اقدر اقيسه. لا فونديز قالت لها وي ايوه تقدري. لا كافين الى با التمين هنا. فلا فونديز قالت لها ان فو با تري بيان، ايه عايده على الشميزيه القميص؟ فو با تري بيان يعني يناسبك، الي بيان يعني بي سيوتبل فور يعني يكون مناسب لي. فسيسيل قالت لها وي الموبلي هو بيعجبني بوكو كثيرا. الموبلي يبقى انت لما تقول على اي حاجه ده يعجبني او ده يناسبني تقول الموبلي بوكو، فاهمني يا جميل؟ الفي كالبري يعني سعره كام؟ الفي كالبري يعني سعره كام؟ هاو ماتش؟ لافونديز قالت لها ايه؟ ها؟ 80 ليفر ايجيبسيان ب 80 جنيه. واضح انه رخيص قوي يعني. 80 ليفر ايجيبسيان سعره 80 جنيه. ال او دي اغسل لي كلمه اسمها ليفر ايجيبسيان. وانت عارف ان كلمه ليفر معناها كتاب او جنيه؟ جنيه وهي مؤنث. كتاب وهي مذكر. فهي طبعا ابريفياسيون يعني ابريفيشن يعني اختصار لكلمه ليفر ايجيبسيان جنيه مصري. سيسيل قالت لها بون جو لو برون اوكي ايل تيك ات انا هاخده. طبعا خد بالك بقى من ايه؟ عشان برضو دي قصه مهمه جدا هنتكلم فيها ان شاء الله كمان شويه. يعني مثلا تلاقينا جو لو برون ايه اللو دي يا مسيو؟ هي دي بمعنى ده؟ دي الارتيكل ديفيني؟ لا دي بغنون بيرسونال، دي ضمير شخصي، دي ته مربوطه. بدل ما تقول انا هاخد جو برون لو شيميزيي
فخدتها جولو برو التيكيت، وهشرح لك الدرس المهم جدا 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 ده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، اللي هو بيتكلم على ليه بغلطها بيختنال الضمائر الشخصيه، وهتشوف قد ايه هو مهم وقد ايه هيوفر علينا يعني عدم التكرار في الكلمات زي ما احنا بنتكلم بالعربي، ما بنقعدش نطيل في الكلام، بنستخدم فكره التاء المربوط زي ما قلنا مثلا انت شفت احمد، فانت تقول لي ايوه انا شفت احمد، كل انا شفته دي اللي هي التاء المربوط ده عايده عن احمد، اهو نفس الكلام هنا، ايوه انا حاخده اللي هو ليه القميص يعني. يلا بينا بقى سودوكو، هذه القطعه بتكون ايه؟ ان ديالوج ولا ان لاتغ ولا ان تكس؟ واضح ان هو بيتكلموا مع بعض، يبقى ده ايه؟ ان ديالوج. سيسيل ايه؟ سيسيل دي فين؟ على ميزون في المنزل ولا دونزان ماجازان في محل ولا شي جينامي عند صاحبتها؟ واضح ان هي دونزان ماجازان في محل. سيسيل بريفير لا كولار، سيسيل بتفضل اللون، اللون ايه؟ هي كانت عايزه القميص لونه ايه؟ اهي روج صح؟ يبقى لا كولار روج. بعد كده لا بونديز ديموند، يعني ايه ولد فيربي ديموند؟ ديموند يعني يطلب، يبقى لا بونديز ديموند البياع طلبت، يا ترى طلبت لو بري السعر ولا طلبت لا تاي المقاس ولا طلبت لا كابين كابينه القياس؟ طلبت ايه؟ طلبت التاي اللي هو المقاس بتاعها. مي بري اوفو بوت رايت اور رونج، لا بونديز اي سي ده فيرب اي سي يعني يقيس، لو شيميزي روج البياعه قاسيت القميص الاحمر. طب وهي البياعه قاسيت القميص الاحمر ليه؟ اكيد اللي قاس القميص كانت سيسيل، يبقى دي فوق صح كده يعني خطأ. بعد كده لا تاي دي سيسيل مقاس سيسيل ايه 38 فعلا يبقى فري. بعد كده سيسيل فودغي ان شيميزي اون كوتون، سيسيل عايزه فودغي يعني وونت ان شيميزي اون كوتون، يعني كانت عايزه قميص من القطن، و كانت عايزه من القطن يبقى فري برضه مش كده؟ شيء هتلاقي ايه إلي أن كوتون؟ قالت لها وي 100% كوتون. لو بري يعني السعر ماشي جميل، دي شيميزي سعر القميص إيه 80 ليفر إيجيبسيان. هنا بقيس مهارتك وقدرتك على إن أنت بتعرف تقرا الأرقام دي ولا لأ. الرقم ده كام؟ 80 80. طب هو هنا مكتوب هنا كام؟ 80 ده مظبوط، يبقى برضه إيه دغري ماشي. طيب ده كان ما يخص الايه الكومبرهنسيون اللي هي الكومبرهنشن. حضرتك بعد كده هنشوف مع بعض السؤال بتاع السيتياسيون اللي بيعمل لك المشكله ده، نترجموه واحده واحده، وعايز تكون واقعي بجنبك عشان ما تتلخبطش. عشان انا بالفكره مثلا اقول لك ايه، يو اسك يور فريند اباوت هيز نيم، وات وود يو سي؟ واتس يور نيم؟ انت بتسال صاحبك عن اسمك فهتقول ايه؟ واتس يور نيم. لكن لو قلت لك ان ذا سيم سيتويشن يو اسك يور فريند اباوت هيز نيم اند هي انسرز، انت بتساله عن اسمه هو بيجيب، هيقول لك واتس يور نيم ولا ماي نيم از احمد؟ ماي نيم از احمد. يبقى انت لازم تاخد بالك بقى في الاخر مين اللي بيقول، واخد بال حضرتك؟ طيب يلا نغير. تي دي موند انت تطلب، ان فوندير من البائع، لو بري سعر، دا مونتو يعني ايه مونتو؟ بالتو. ال دي اللي هو البائع هو اللي هيقول، انت تطلب من البائع سعر بالتو، هو هيقول ايه؟ هيقول لك جيو بودري ان مونتو نوار، انا عايز بالتو اسود، ولا كومبيان كوت سو مونتو بكام المونتو، ولا لو مونتو كوت المونتو بيكلف 70 يعني 70، يبقى 170 يبقى 70 ليفر ايجيبسيان. اكيد طالما هو اللي هيقول البياع عارف السعر يبقى هي دي تبقى سي صح كده، يبقى نكتب هنا سي. بعد كده السيتياسيون نمرو دو، تي ديموند او فوندير، بتطلب من البياع دي سي، احنا قلنا فيرب اي سي يعني ايه؟ يقيس او يجرب ان شينيزي، تطلب من البياع ان تقيس القميص، تي دي هتقول له انت اللي هتقول اهو، انت اللي تطلب وانت اللي هتقول، يبقى لازم تبقى سؤال. واضح ان مفيش غير السؤال هنا، بس انا برضه عايزك يعني تنطق، فبص معايا كده، اول واحد يقول لك جي فودري اي سي سي شينيزي روج سيلبوبلي، جي فودري اسيي سو شيميزي روج، ممكن اقيس القميص، انا عايز اقيس القميص الاحمر ده من فضلك، ولا جي فودري اشيتيي سو شيميزي روج، عايز اشتري القميص الاحمر ده سيلفو بلي يعني من فضلك، ولا كومبيان كوت سو شيميزي روج، بكام هذا القميص؟ طب لما انت تطلب من البياع انك تقيس القميص، فانت هتقول له ايه؟ هتقول له جي فودري اسيي روج، انا عايز اقيس القميص الاحمر ده من فضلك، يبقى بالتالي هي نمره
وطلعت على طلب على شكل طلب، يعني احنا قلنا كانت تبقى سؤال، لكن انا يعني واضح ان هي بقت جمله خبريه، فقالت له انا عايزه اقيس القميص ده، وده اللي هيتفق مع المعنى اللي فوق. ما هو في بقى الكلام الموضوع كله معنى، انت بتطلب من البياع انك تقيس القميص، فمش هقول له بكام هذا القميص، هقول له انا عايز اقيس هذا القميص. نمره 3 تي ديموند اتون امي لا ماتير دي سارة، تطلب من صاحبك المادة الخام بتاعت فستانه. انت هتقول له ايه؟ انت تطلب المادة الخام، فهتقول له ايه؟ هتقول له انقوا اي تارب، انقوا يعني مما صنع هذا الفستان او مما يكون، يبقى نكتب هنا بيه. طب هو هي هتقول تقول لك ايه؟ هتقول لك ان ساتان، من الساتان اللي هي اه، لكن كلمه اه كارو كارو هدي بتتكلم عن الشكل، فمش قصتنا اللي ما حدش طلبها. طب نمره 4 تي دي موند ان سيرفيس على فام دو شامبر، تطلب خدمه من عامله النظافه، فانت هتقول ايه؟ هتقول لها vous pouvez me prêter cette vous pouvez me répéter cette question، ممكن تعيدي لي هذا السؤال، ولا vous pouvez m'apporter un oreiller could you bring to me un oreiller، يعني مخده، ممكن حضرتك تجيبي لي بربع بورتي يعني برينج تحضري مخده، ولا vous pouvez m'expliquer cette leçon، ممكن تشرحي لي الدرس ايه علاقتها يا ابني عمليه النظافه بالدرس، ولا بالنيه تعيد لك السؤال، يبقى هي ممكن تقول لها ممكن تجيبي لي مخده اللي هي بيه. ماشي حبايبي، يبقى بيه. Tu décris ce que Ali porte. Tu décris ou describe. توصف. Ce que معناها اللي ذات. Ali porte. Ali بيرتدي. بتوصف العلي لابسه. هتقول ايه؟ هتقول Ali porte un pantalon bleu. لابس بنطلون ازرق. Un pull غايي. Blover. معلم كده. Et des chaussures noires. وحذاء اسود. يبقى هي نمره اه. طبعا كاسكو تي بورتو وات دو وير. ماذا تلبس؟ علي اشيت ان شيميز بلانش. علي اشترى قميص ابيض. برضه مش قصته. Tu demandes نمره 6. تي ديموند تطلب اتونامي لا كولير دي سارب، تطلب من صاحبك اللون بتاع فستانه، بتاع فستان من صاحبتك بقى عشان تيها ايه هنا، انت تطلب فستان يبقى اكيد صاحبتك، يعني تطلب من صاحبتك اللون بتاع الفستان بتاعها. هي هتقول لك ايه؟ هتقول لك ها تنفع بلو. طب ما ده كلر وده كلر، 60 كولير ايه 60 كولير. طب ليه مش تنفع بلو؟ عشان لو غبت في ميناء يبقى لازم تبقى غوش، وغوش كده مسكولاو في ميناء، طب يبقى تنفع، يبقى هي سي. ماشي يا جميل، يعني حضرتك لازم تدوا اتر اتنتيف، يعني يو شود بي اتنشن، لازم تنتبه قوي للحاجات البسيطه دي عشان ما تتعبلش. انت هتشوف كولير بلو هتبقى مبسوط قوي، لا مش هتنفع، علشان ايه؟ مسكولان وروب ده ايه؟ في ميناء، يبقى ينفع اللي ماشي معاه. موضوع المذكر المؤنث الثلاثي ده يا جماعه عندنا في الكريز امبورتون مهم جدا، لازم تكون انت كويس فيه جدا. تعال شوف كده السيتياسيون نمبرو 7 تي ديموند اتونامي سيكيل بورت بور علي على ايسين، بتطلب من صاحبك السيكي اللي هو بيلبسه عشان يروح البسين. هو هيقول لك ايه؟ اكيد مش هيلبس امبول اي امونتو ولا بلوفر وبالتو، هو مش رايح الجبل بتاع الثلج، ولا امبلوزو سويتر، لا هو هيلبس شورت يا تي شيرت، يبقى هي نمبرو 7. بعد كده نمبرو 8 تون امي تي ديموند تون اوبينيون your friend ask your opinion، يعني بيطلبك بيطلب منك رايك سير شو بنطلون، عن هذا البنطلون تو دي، صاحبك بيطلب رايك عن البنطلون، انت هتقول له ايه؟ هتقول له سي موديل يوبلي، هذا الموديل يعجبني، ولا سي كومبيات كام، ولا بو فات كام تاي، يبقى هتقول له سي موديل موبلي، هذا الموديل يعجبني. نمرونا تو بريسيز يعني تحدد لا تاي دي تون بانتالون، مقاس بنطلونك تو دي، بتحدد مقاس بنطلونك، انت هتقول ايه؟ هتقول ما تاي ايه؟ فرون تويت اللي هي بيه، عشان انت بتحدد، يبقى لازم تعرف معنى الفيرب بريسيز، فيرب بريسيز ده اللي هو ايه؟ يحدد، خلاص كده؟ اهو يحدد. بعد كده تي انديك فيرب انديكي يعني انديكي تو، يعني يوضح يشير. اتون امي لصاحبك ce que tu portes en hiver that you wear in the winter، ما ترتديه في الشتاء. you say انت هتقول ايه؟ اكيد في الشتاء مش هتلبس شورت ولا هتلبس قميص، هتلبس امونتو، امونتو اللي هو البالتو. et comme ça nous avons fini la séquence concernant la situation les situations. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالسيتياسيون، merci à vous et on va continuer la prochaine fois ان شاء الله نكمل المره الجايه. monsieur احمد